اخوان هذا ها الوجز هذا اللي تخلى بكالي عندي مو ما يصير اذا راح تلتقي بالنص وما تسوي بريشر تلتقي بالنص التبس فيبقى هذا اللي بيناتها فراغ هي مو هيجي مخروطيه مثل البلم فتلتقي بالنص التبس هيجي احنا نريد السايد مالت الوجه هو اللي يسوي سلطه الضغط فراح يصير الضغط بس بكر ولينجوال اوريدي حتى لو الضغط بكر ولينجوال طالما كان جيجيا ما يسوي لنا بريفنشن اوفر اوف اوفر هاند بكر ولينجوال لازم بالكاربر نشيله احنا نريد بس الميدل تير وبالتالي من ينتقل بالميدل يسلط الضغط جيد على الميدل نبر فراح يصير عنده ديفنتلي اوفر هاند بس لان ما عندك القدره على ان تعبره الوجه للاذر سايد انت تسوي هاي القصه تقنع نفسك شيء خطر الدبل ويج تكنيك هو الهولو ويج الويج الفارغ من الداخل هذا هذا مثلا كان عندنا هنا واحد يعني هذا الويج البطن مالته فارغه هاي فارغه ما مليانه هيج بس جنح فيش بس جنح واذا تريد تزيد الضغط تخلي وجه من الجهه الثانيه يدخل بالفراغ يدخل بالفراغ للسايد الثاني يطلع مو يلتقي بي ماكو شيء اسمه يلتقي بي بطول هيج ما فيش قصه ما فيش قصه وش على كل ماكو هذا اللي شوفتكم اياه هو يعني اوكي اخوان هذا من قصينا الكسب يسموها كسب تيبينج اذا كسب ضعيف او كسب كيريوس ينقص يصير كسب تيبينج نريد نخلي بين حتى نسوي ريتنشن للامالجام بالكومبوزيت ما نخلي بينز بس بالامالجام نخلي بينز ريتنتيف بينز حتى بس تشوفون البين بليسمنت طبعا ما يصير نخليها بالدنتينو انامل جانكشن ولا توار ذا بالب ماست كو انسايد وذ ذا لونج اكسس اوف ذا كراون مكان فاين هذا يسموه البين درل لون بحلقه حمراء السيرفس هذا لازم يكون فلات
وهذا هو البنيدرال. اي هذا بنيدرال بالرنج الاحمر. شوفوا البن ديبث نص مليمتر، عفوا 2 مليمتر بالضبط، ونهايته اكو هنا ستيب. هاي الستيب هي ستوبر، توقفك يعني من تسوي دريلينج من توصلها بعد خلاص توقفك حتى تحدد لك العمق، يكون العمق ثابت، العمق ثابت. تتاكد انه انت كلوك وايز، هذا شيء جدا مهم، يعني فورورد مو ريفرس، يعني النوب على الفورورد مو ريفرس، وانه هذا السيرفس سموث اند فلات، وما تسوي دريلينج بالدنتاينو انامل جانكشن، لانه اذا سويت دريلينج بالدنتاينو انامل جانكشن راح يصير تشيبينج اوف انامل. اذا سويته هسه عمودي ممكن تسوي بيرفوريشن تطلع باللثه، يعني تزرف السن وتطلع باللثه، وممكن تروح بالبريودونتال ليجامنت. واذا سويته هذا الاتجاه راح تروح بالبالب. لذلك you must coincide with the long axis of the tooth beyond the dentino enamel junction. اهم شيء سبورت، تسوي سبورت جيد. نقدر هذا السيرفيس حتى لا يبقى مقوس نسويه بال فلات بالانفيرتد كون. نستخدم هذا الفيشر طفى هذا؟ ها؟ شحن خلاص؟